جدل واسع أحدثته الفنانة السورية أصالة نصري خلال الساعات القليلة الماضية في حفلها الأخير بتركيا بعد تصرف غير متوقع منها تجاه العلم السوري. فما القصة؟ أظهر مقطع فيديو قصير متداول من الحفل الأخير للفنانة السورية في إسطنبول كيف تصرفت أصالة مع صغيرتين قامتا بإعطائها هديتين. فبينما كانت تغني أصالة على المسرح كانت تقف بجانبها صغيرتين، قبلتهما أصالة لتهديها الأولى وشاحا كتبت عليه عبارة باللغة العربية ليقوم منظم الحفلة بإلباسه لأصالة التي عرضته على جمهورها. أما الصغيرة الثانية فخلعت علم سوريا التي كانت ترتديه وأهدته لأصالة، والتي تصرفت بشكل غير متوقع حيث رفضت ارتداء علم نظام الأسد الذي قدمته الصغيرة واكتفت فقط بتحيتها وإعادة العلم لمنظم الحفل. ذلك التصرف المفاجئ من أصالة أحدث جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سرعان ما انتشر مقطع الفيديو المجتزأ من الحفلة، واختلف المتابعون حول نية الفنانة السورية بهذا التصرف. فالموالون للنظام السوري اتهموها بالخيانة ودعوا لسحب الجنسية السورية منها، بينما رأى البعض أن تصرفها كان ذكيا ودعا عدد من المتابعين إلى فصل الفن عن السياسة. الهجوم الشديد على أصالة من المتابعين كان بسبب ما اعتبروه إهانة للعلم السوري، رغم أن هناك من شكك أن العلم كان للعراق وليس علم النظام السوري. وبحسب أورينت نت فإن جميع الفيديوهات المتداولة والتي تم رصدها تجعل من الصعوبة الجزم فيما إذا كان علم العراق وليس الأسد، واستغل الكثير من المتابعين ذلك الحدث وأعادوا نشر مقطع فيديو قديم للفنانة السورية أصالة نصري وهي تأخذ علم الاحتجاجات السورية من يد الصحفي عمر الشيخ إبراهيم وتلفه حول رقبتها مفتخرة به في تصرف أثار إعجاب الحاضرين في ذلك الوقت. وخلال الحفل الأخير لأصالة والذي أقيم قبل أيام في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول، رفع عدد من جمهور أصالة علم الأزمة السورية، والذي ما زال اللاجئون السوريون يرفعونه بكل المناسبات الهامة، وربط بعضهم أجمل لحظات حياته بتحية هذا العلم ورفعه عالياً. وعن الانطباعات التي أبداها حاضرو حفلها بإسطنبول أشادوا بتفاعلها مع الجمهور، وخاصة عندما غنت معهم يمال الشام، كما أن أصالة نشرت على حسابها الخاص على تويتر ردة فعلها على الحفل والذي وصفتها بأنه كانت ليلة من ألف ليلة وليلة وأنها لن تنسى تلك الليلة ولا وجوه الحاضرين أبداً.